الو لا 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 يا سامح، انت شقي قوي وبعدين معاك يا مسبتي. يا خاينه، كان عندي حق لما شكيت فيكي. انا تخونيني مع عيل سيس زي ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ انت تخلص خالص. انزل يلا انزل، اقف لي اهو. عايز تعرف انا مين؟ انا الزوج الاهبل، انا الزوج المخدوع، انا اللي وثقت فيكي وبعت كل حاجه عشان اتجوزك، في الاخر تبعيني يا خاينه. انا لازم اقتلك واشرب من دمك، بس قبل ما اقتلك لازم اقتلك انت الاول. لا ابوس ايدك، ما تقتلنيش، ابوس ايدك. اخلص، اقلع عيلة كل حاجه معاك. وانا موافق، بس ارجوك بلاش مسدس. يلا بلاش. اخلص. وريني جمال موبايلك يا روح ماما. امشي انا بقى. بتشوف يالا من غير النضاره دي؟ لا ارجوك بلاش النضاره. يلا عشان تمشي تحسس. مش هشوف. يلا بالشفه. اخلع. ايه يا اخويا، الزبون مشي، عجبتك اللعبه ولا ايه؟ وانا ايه اللي انا عملته ده؟ قلت عاوز فلوس، جبت لك فلوس. الله. طب يلا يلا يلا. يا بنتي يا سوسو يا حلاوتك، معانا العربيه ومعانا الفلوس ومعانا بيره كمان. العز حلوه قوي. عز ايه يا بنتي؟ انت شفت عز في حياتك؟ الحاجات دي لو بعتها ما تجيبليش تمن قعده واحده من اللي بقعدها. طب امسك ايدك شويه. امسك ايدي؟ هلا ايدي بلا رجلي. هسهرك سهره النهارده ملهاش حل. الو، أنا طلعت. بقول لك إيه؟ عايزك تجيب لي نص فرشة حشيش. لا 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 لا. بقول لك إيه؟ اخلص دلوقتي. دلوقتي حالا. يلا. مع السلامة. طلعت ده انا ماضي واصل امان على نفسي. هقول له طول بقى ايه؟ يا لهوي. طب الفراخ كانت الحاجه؟ لا، الحاجه اتسرقت. يا لهوي. يما يما. ايه في ايه مالك؟ ما لقيتيش يما كيسه سودا في حشيه الفراخ فوق؟ كيسه سودا؟ لا. يا سنتك السودا يا طلعت. يوه. يا خرب بيتك يا طلعت. يا واد الكيسه السودا دي فيها ايه؟ ما تفهمني. فين البت وفاء يا ام؟ فين وفاء؟ انا هوفي ايه؟ بقول لك ايه يا بت؟ وانت بتاكلي الفراخ فوق ما شفتيش كيسه سودا تحت البلاطه؟ لو ربنا ما شفت حاجه. نار اسود عليا وعلى سنين السودا وعلى اللي هيحصل لك يا طلعت. افهم بقى، الكيسه السودا دي فيها ايه؟ فيها فلوس ومدكنها عليا ولا ايه؟ خرب بيتك يا طلعت. اتبهدلت يا طلعت. اتبهدلت ايه؟ يا واد طمني، وقعت قلبي وفي ايه؟ استني بس يا ام. الو، ايه يا لؤي؟ يا لؤي الحقني يا لؤي، انا في مصيبه. تليفون لؤي مقفول بقاله كام ساعة، انا قلقانة عليه قوي. خليكي انت ورا التليفون المقفول ده لحد ما تبقي خارج نطاق الخدمة. بصصوا يا حبيبتي، ده لؤي بيموت فيا. حلو لحد هنا، لكن انك انت تموتي فيه هو ده اللي مش مطلوب. ليه بقى يا حبيبتي؟ تقصدي ايه؟ سيبك من الحب والكلام الفارغ ده. هو ممكن مبقاش حب بس مش كلام فارغ. وايه كمان يا انثى الكنتالوب؟ يا بت بطلي هزار شويه،
انا بكلمك بجد. انتي عارفه انا اول ما بشوف له اي ده بحس انه كان وحشني قوي. شكلك كده هتتكفي على وشك يا بنت. فوق اصحي لصحي ياكلك، احنا ورانا بقى عايزه تاكل وتشرب، ده غير ان احنا لازم نعمل قرشين حلوين في اليومين الزرق دول. محدش بيموت من الجوع، وبعدين هو عيب ولا حرام اني افكر في نفسي شويه؟ وحياه شواتيري دول، لا تندمي وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. قصدك ايه يا بتسي حقوديه انت؟ قصدي انك تفوقي من الوهم اللي انت عايشه فيه ده وتدوسي على قلبك. يا بنت احنا ما ينفعش نحب، بلاها سكه، ولؤي ده مش سكتك خالص. يعني انت مستكتر عليا يا زوزو؟ احب واتحب زي كل الناس. يا بنت انت صعبانه عليا، انت مش عارفه هينوبك من ورا الحكايه دي ايه. ركزي في شغلك، الكباريه محتاج لك يا سوسو. في ايه؟ منزلني على ملا وش ليه؟ حقيني يا زينه، البضاعه اتسرقت. يا لهوي، البضاعه اتسرقت ازاي؟ كنت مخبيهم في عشه الفراخ، طلعت اقضي مصلحه للزبون ما لقيتش اي حاجه منهم. في حد يخبي حشيش في عشه فراخ؟ اهم طاروا يا كرودي. زينه بقى وحياه ابوكي مش حابه تقطيب. انا قلت عشه الفراخ امان، وانا عمرها مش تخطر على بال حد، وهو بعدين تبقى بعيد عن البيت لو حصل الكبسه ولا حاجه. زين وحياه امي واقفه جنبي، ده مضيني على وصل امانه ب 5000 جنيه وميعاده بعد اسبوع، ورحمه ابوكي ما تسيبيني. اتصرف وهات الفلوس لطلبه باي طريقه، لحسن يذبحك انت وعيلتك كلها. طب واجيب الفلوس منين؟ إيه؟ انا مش عرفني تجيب الفلوس منين؟ إيه؟ انا طالع يا اخويا، وبقى كلمني عن محمول عشان تطمني. لو لقيته مقفول بقى ما تقلقش، انا راح على الكوافير. ماشي كوافير تلاقيه يا زينه، ده الحاج كان اقرع. يا ابوي ايه الكلمه اللي انت كاتباها دي؟ المقاله دي هتوديك في داهيه يا حبيبي. انا كتبت عن الواقع المر اللي احنا فيه، عن فساد المؤسسات الحكومية. يعني الكلام ده حقيقي؟ اه طبعا حقيقي، يعني هتتبلى عليهم. الحكومة دي فاسدة والنظام ده فاسد ولازم يتطهر. حبيبي انت مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد. هديك مثال، الدكتور عصام ده اتجوز الدكتورة مي، وهما الاثنين بيشتغلوا في نفس القسم. شوف بقى الصدفة الغريبة، بنتهم اللي اتخرجت الخامسة على الدفعة بتعينت معاهم معيدة في نفس القسم. وشوف بقى الصدفة الأغرب، ابنهم اللي جاب تقدير جيد بس، يعني في حوالي 200 واحد جابوا تقدير أعلى منه، هو كمان متعين معاهم. تقدر تقول لي هما متعينين ازاي؟ عشان البلد ماشيه كده. بس تعين كي هحاول افهمك. يعني انت مثلا لو اتخرجت بتقدير امتياز، انا مش انت طبعا، بعد الشر عليك، انا بتكلم على الطلبه المتفوقين اللي بيتخرجوا بتقدير امتياز وما بيتعينوش بعد ما يتخرجوا على طول. بيستنوا لما الجامعه تطلق دفعه جديده، وساعتها بقى بيروح يقدم ورقه، فالجامعه تختار من اللي قدم ورقه مش من اللي حصل على تقدير اعلى. والاعلان ده سبحان الله ما بيعلنش الا في الصيف، يعني محدش يعرف انه اي حاجه الا الدكاتره اللي شغالين في الجامعه، علشان يلحقوا يظبطوا نفسهم، معارفهم، قرايبهم، مش اصحاب الكفاءات. يا اولاد اللعيبه يا دكاتره، دول مش دكاتره. بس انا برضو مصر ان المقال ده لا يمكن يتنشر في الجامعه. هحاول انشره في اي حته، اذا ما اتنشرش في الجامعه هنشره في جورنال الامل بتاعنا. هنشره يعني هنشره. يعني رايحه في داهيه رايحه في داهيه. ما احنا في داهيه كبيره اهو، مش مهم، المهم الناس تعرف الحقيقه. يلا بينا على الجورنال ونكمل كلامنا هناك. يلا بينا ونطلع من الجورنال على المعتقل. يلا بسرعة.